بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. أسئلة وأجوبة في مسائل الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فهذه أسئلة مهمة من طلاب العلم والدعاة إلى الله إلى شيخنا الفاضل الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، حفظه الله تعالى وبارك فيه وفي علمه ونفع به الإسلام والمسلمين. نقدمها إليه رجاء منه بالإجابة بما يفتح الله عليه من الكتاب والسنة، لعل الله أن ينفع بها. السؤال الأول: بما يكون الكفر الأكبر أو الردة، هل هو خاص بالاعتقاد والجحود والتكذيب أم هو أعم من ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن مسائل العقيدة مهمة جدا، ويجب تعلم العقيدة بجميع أبوابها وجميع مسائلها وتلقيها عن أهل العلم، ولا يكفي فيها إلقاء الأسئلة وتشتيت الأسئلة فيها، فإنها مهما كثرت الأسئلة وأجيب عنها فإن الجهل سيكون أكثر. فالواجب على من يريد نفع نفسه ونفع إخوانه المسلمين أن يتعلم العقيدة من أولها إلى آخرها، وأن يلم بأبوابها ومسائلها ويتلقاها عن أهل العلم ومن كتبها الأصيلة، من كتب السلف الصالح، وبهذا يزول عنه الجهل ولا يحتاج إلى كثرة الأسئلة. وأيضا يستطيع هو أن يبين للناس وأن يعلم الجهال، لأنه أصبح مؤهلاً في العقيدة. وكذلك لا يتلقى العقيدة عن الكتب فقط أو عن القراءة والمطالعة، لأنها لا تؤخذ مسائلها ابتداء من الكتب ولا من المطالعات، وإنما تؤخذ بالرواية عن أهل العلم وأهل البصيرة الذين فهموها وأحكموا مسائلها. هذا هو واجب النصيحة. أما ما يدور الآن في الساحة من كثرة الأسئلة حول العقيدة ومهماتها من أناس لم يدرسوها من قبل، أو أناس يتكلمون في العقيدة وأمور العقيدة عن جهل أو اعتماد على قراءتهم للكتب أو مطالعتهم، فهذا سيزيد الأمر غموضا ويزيد الإشكالات إشكالات أخرى، ويشتت الجهود ويحدث الاختلاف. لأن إذا رجعنا إلى أفهامنا دون أخذ للعلم من مصادره، وإنما نعتمد على قراءتنا وفهمنا، فإن الأفهام تختلف والإدراكات تختلف، وبالتالي يكثر الاختلاف في هذه الأمور المهمة. وديننا جاءنا بالاجتماع والائتلاف وعدم الفرقة والموالاة لأهل الإيمان والمعاداة للكفار، وهذا لا يتم إلا بتلقي أمور الدين من مصادرها ومن علمائها الذين حملوها عمن قبلهم وتدارسوها بالسند وبلغوها لمن بعدهم. هذا هو طريق العلم الصحيح في العقيدة وفي غيرها، ولكن في العقيدة أهم، لأنها الأساس، ولأن الاختلاف فيها مجال للضلال ومجال للفرقة بين المسلمين.
والكفر والردة يحصلان بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام، فمن ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام المعروفة عند أهل العلم فإنه بذلك يكون مرتدا ويكون كافرا، ونحن نحكم عليه بما يظهر منه من قوله أو فعله، نحكم عليه بذلك لأنه ليس لنا إلا الحكم بالظاهر، أما أمور القلوب فإنه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فمن نطق بالكفر أو فعل الكفر حكمنا عليه بموجب قوله وبموجب نطقه وبموجب فعله إذا كان ما فعله أو ما نطق به من أمور الردة. نعم. السؤال الثاني حسبكم الله، هناك من يقول الإيمان قول واعتقاد وعمل لكن العمل شرط كماله فيه، ويقول أيضا لا كفر إلا باعتقاد، فهل هذا القول من أقوال أهل السنة أم لا؟ الذي يقول هذا ما فهم الإيمان ولا فهم العقيدة، وهذا هو ما قلناه في إجابة السؤال الذي قبله، أن الواجب عليه أن يدرس العقيدة على أهل العلم ويتلقاها من مصادرها الصحيحة وسيعرف الجواب عن هذا السؤال. وقوله إن الإيمان قول وعمل واعتقاد ثم يقول إن الإيمان شرط في صحة كمال في كمال الإيمان أو في صحته، هذا تناقض. كيف يكون العمل من الإيمان ثم يقول العمل شرط، ومعلوم أن الشرط يكون خارج المشروط، فهذا تناقض منه. هذا يريد أن يجمع بين قول السلف وقول المتأخرين، وهو لا يفهم التناقض، لأنه لا يعرف قول السلف ولا يعرف حقيقة قول المتأخرين، فأراد أن يدمج بينهما. فالإيمان قول وعمل واعتقاد، والعمل هو من الإيمان وهو الإيمان، وليس هو شرطا من شروط صحة الإيمان أو شرط كمال أو شرط أو غير ذلك من هذه الأقوال التي يروجونها الآن. فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. السؤال الثالث أحسن الله إليكم يا شيخنا، هل الأعمال ركن في الإيمان وجزء منه، أم هي شرط كمال فيه؟ هذا من نفس السؤال الذي قبله، سائل هذا السؤال لا يعرف حقيقة الإيمان، ولذلك تردد هل الأعمال جزء من الإيمان أو هي شرط له، لأنه لم يتلقى العقيدة من مصادرها وأصولها وعن علمائها. وكما ذكرنا أنه لا عمل بدون إيمان ولا إيمان بدون عمل، فهما متلازمان، والأعمال هي من الإيمان، بل هي إيمان، الأعمال إيمان والأقوال إيمان والاعتقاد إيمان، ومجموعها كله هو الإيمان بالله عز وجل، والإيمان بكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. نعم. السؤال الرابع أحسن الله إليكم، ما أقسام المرجئة مع ذكر أقوالهم في مسائل الإيمان؟ المرجئة أربعة أقسام، قسم الأول الذين يقولون الإيمان هو مجرد المعرفة ولو لم يحصل تصديق، وهذا قول الجهمية، وهذا شر الأقوال وأقبحها، وهذا كفر بالله عز وجل، لأن المشركين الأولين وفرعون وهامان وقارون وإبليس كل منهم يعرفون الله عز وجل ويعرفون الإيمان بقلوبهم، لكن لما لم ينطقوا به بألسنتهم ولم يصدقوا ولم يعملوا بجوارحهم لم تنفعهم هذه المعرفة. وكذلك الطائفة الثانية الذين قالوا الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، وهذا قول الأشاعرة، وهذا أيضا قول باطل، لأن المشركين كانوا يصدقون بقلوبهم، يعرفون أن القرآن حق وأن الرسول حق، واليهود والنصارى يعرفون ذلك الذين آتيناهم الكتاب،
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهم يصدقون به في قلوبهم. قال تعالى في المشركين: ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهؤلاء لم ينطقوا بألسنتهم ولم يعملوا بجوارحهم مع أنهم يصدقون بقلوبهم، فلا يكونون مؤمنين. الفرقة الثالثة التي تقابل الأشاعرة وهم الكرامية، الذين يقولون إن الإيمان نطق باللسان ولو لم يعتقد بقلبه. ولا شك أن هذا قول باطل، لأن المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار يقولون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بألسنتهم، ولكنهم لا يعتقدون ذلك ولا يصدقون به في قلوبهم، كما قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة وصدوا عن سبيل الله. قال سبحانه وتعالى: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. والفرقة الرابعة وهي أخف الفرق في الإرجاء، الذين يقولون إن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان ولا يدخل فيه العمل، وهذا قول مرجئة الفقهاء وهو قول باطل أيضا. نعم. السؤال الخامس: أثابكم الله، هل خلاف أهل السنة مع مرجئة الفقهاء في أعمال القلوب أو الجوارح؟ وهل الخلاف لفظي أو معنوي؟ نرجو من فضيلتكم التفصيل. خلافهم في العمل، خلاف مرجئة الفقهاء مع جمهور أهل السنة هو اختلاف في العمل، في العمل الظاهر، العمل الظاهر كالصلاة والصيام والحج، فهم يقولون إنه ليس من الإيمان وإنما هو شرط للإيمان، إما شرط صحة وإما شرط كمال، وهذا قول باطل كما عرفنا. والخلاف بينهم وبين جمهور أهل السنة خلاف معنوي وليس خلافا لفظيا، لأنهم يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص بالأعمال، فلا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية، وإيمان الناس سواء لأنه عندهم التصديق بالقلب مع القول باللسان، وهذا قول باطل. نعم. أثابكم الله وحفظكم. السؤال السادس: ما حكم من ترك جميع العمل الظاهر بالكلية فهل تقر بالشهادتين ويقر بالفرائض لكنه لا يعمل شيئا البتة، فهل هذا مسلم أم لا، علما بأنه ليس له عذر شرعي يمنعه من القيام بتلك الفرائض؟ هذا لا يكون مؤمنا، من كان يعتقد بقلبه ويقر بلسانه ولكنه لا يعمل بجوارحه، عطل الأعمال كلها من غير عذر، هذا ليس بمؤمن، لأن الإيمان كما ذكرنا وكما عرفه أهل السنة والجماعة أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، لا يحصل الإيمان إلا بمجموع هذه الأمور، فمن ترك واحدا منها فإنه لا يكون مؤمنا. نعم. حفظكم الله. السؤال السابع: هل تصح هذه المقولة أن من قال الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء كله حتى لو قال لا كفر إلا باعتقاد وجحود؟ هذا تناقض، إذا قال لا كفر إلا باعتقاد أو جحود فهذا يناقض قوله إن الإيمان قول بالقلب واعتقاد قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، هذا تناقض ظاهر، لأنه إذا كان الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فمعناه أن من أخل بشيء من ذلك فإنه لا يكون مؤمنا. نعم. السؤال الثامن: هل هذا القول صحيح أم لا، أن من سب الله تعالى ورسوله فهو ليس بكفر في نفسه ولكنه أمارة وعلامة على ما في القلب، فمن الاستخفاف والاستهانة؟ هذا قول باطل، لأن الله حكم على المنافقين بالكفر بعد الإيمان بموجب قولهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء
أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأنزل الله فيهم قوله سبحانه وتعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فكفرهم بهذه المقالة، ولم يشترط في كفرهم أنهم كانوا يعتقدون ذلك بقلوبهم، بل إنه حكم عليهم بالكفر بموجب هذه المقالة. وكذلك قوله تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، فرتب الكفر على قول كلمة الكفر. نعم. السؤال التاسع حفظكم الله: ما حكم من يسب الله ورسوله ويسب الدين؟ فإذا نصح في هذا الأمر تعلل بالتكسب وطلب القوت والرزق، فهل هذا كافر أم هو مسلم يحتاج إلى تعزير وتأديب؟ وهل يقال هنا بالتفريق بين السب والساب؟ لا يجوز للإنسان أنه يكفر بالله بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد ويقول إن هذا لأجل طلب الرزق. الله جل وعلا الرزق عند الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالرزق بيد الله عز وجل، والله جل وعلا حكم بالكفر على من آثر الدنيا على الآخرة. قال سبحانه وتعالى في وصف الكفار أو في وصف المرتدين والمنافقين، قال سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فحكم عليهم بأنهم تركوا إيمانهم بسبب أنهم يريدون أن يعيشوا مع الناس وأن يكونوا مع الناس، ولو أنهم آمنوا بالله ورسوله وقالوا: حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، ولو توكلوا على الله أرزقهم الله عز وجل. نعم. حفظكم الله وبارك في علمكم. السؤال العاشر: ما هو القول في من نصب الأصنام والأضرحة والقبور وبنى عليها المساجد والمشاهد وأوقف عليها الرجال والأموال وجعل لها هيئات تشرف عليها ومكن الناس من عبادتها والطواف حولها ودعائها والذبح لها؟ هذا حكمه أنه يكفر بهذا العمل، لأن فعله هذا دعوة إلى الكفر، إقامته للأضرحة وبناؤه لها ودعوة الناس إلى عبادتها وتنصيب السدنة لها، هذا يدل على رضاه بهذا الأمر وعلى أنه يدعو إلى الكفر ويدعو إلى الضلال والعياذ بالله. نعم. بارك الله فيكم. السؤال الحادي عشر: هل تصح الصلاة خلف إمام يستغيث بالأموات ويطلب المدد منهم أم لا؟ لا تصح الصلاة خلف المشرك، والذي شركه أكبر يخرج من الملة، ودعاء الأموات والاستغاثة بهم هذا شرك أكبر يخرج من الملة، فهذا ليس بمسلم، لا تصح صلاته في نفسه ولا تصح صلاة من خلفه. إنما يشترط في الإمام أن يكون مؤمنا بالله وبرسوله ويكون عاملا بدين الإسلام ظاهرا وباطنا. نعم. حفظكم الله. السؤال هذا بقية، وهو: رجل يكذب ويتعمد الكذب ويؤذي الصالحين ويؤم الناس، هل يقدم بالصلاة؟ شهر عنه الكذب والفسوق. هذه كبائر من كبائر الذنوب، الكذب وارتكاب الكبائر التي دون الشرك وأذية المسلمين، هذه كبائر من كبائر الذنوب، لا تقتضي كفرة، ولا ينبغي أن ينصب إماما للناس، لكن من جاء ووجدهم يصلون وهو يصلي بهم يصلي خلفه، ولا يصلي منفردا بل يصلي خلفه إلى أن يجد إماما صالحا مستقيما فيذهب إليه. نعم. حفظكم الله. السؤال الثاني عشر: هناك بعض الأحاديث التي يستدل بها البعض على أن من ترك جميع الأعمال بالكلية فهو مؤمن ناقص الإيمان، كحديث: لم يعملوا خيرا قط ف
فكيف الجواب عن ذلك حفظكم الله وحديث البطاقة؟ هذا من الاستدلال بالمتشابه، وهذه طريقة أهل الزير الذين قال الله سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فيأخذون الأدلة المتشابهة ويتركون الأدلة المحكمة التي تفسرها وتبينها، فلا بد من رد المتشابه إلى المحكم، فيقال من ترك العمل لعذر شرعي ولم يتمكن منه حتى مات هذا معذور، وعليه يحمل تحمل هذه الأحاديث أن هذا رجل نطق بالشهادتين معتقدا لهما مخلصا لله عز وجل ثم مات في الحال أو لم يتمكن من العمل، لكنه نطق بالشهادتين مع الإخلاص لله والتوحيد، كما قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله قد حرم دمه وماله، وقال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، هذا لم يتمكن من العمل مع أنه نطق بالشهادتين واعتقد معناهما وأخلص لله عز وجل، لكنه لم يبقى أمامه فرصة للعمل حتى مات، فهذا هو الذي يدخل الجنة بالشهادتين، وعليه يحمل حديث البطاقة وغيره مما جاء بمعناه، والذين يخرجون من النار وهم لم يعملوا خيرا قط لأنهم ما تمكنوا من العمل مع أنهم نطقوا بالشهادتين ودخلوا في الإسلام، هذا هو الجمع بين الأحاديث. نعم حفظكم الله. السؤال الثالث عشر: ما حكم من يدعو غير الله وهو يعيش بين المسلمين وبلغه القرآن، فهل هذا مسلم تلبس بشرك أم هو مشرك؟ من بلغه القرآن على وجه يستطيع أن يفهمه لو أراد، من بلغه القرآن أو السنة على وجه يفهمه لو أراد ثم لم يعمل به ولم يقبله فإنه قد قامت عليه الحجة ولا يعذر بالجهل لأنه بلغته الحجة، والله جل وعلا يقول وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، سواء كان يعيش مع المسلمين أو يعيش مع غير المسلمين، فكل من بلغه القرآن على وجه يفهمه لو أراد الفهم فإنه ثم لم يعمل به فإنه لا يكون مسلما ولا يعذر بالجهل، إنه لا يعذر بالجهل. نعم حفظكم الله. السؤال الرابع عشر: هل يشترط في إقامة الحجة فهم الحجة فهما واضحا جليا أم يكفي مجرد إقامتها؟ نرجو التفصيل في هذا مع ذكر الدليل وبارك فيكم. هذا ذكرنا في الجواب الذي قبل هذا أنه إذا بلغه الدليل من القرآن أو من السنة على وجه يفهمه لو أراد، يعني بلغه بلغته يفهم اللغة العربية ثم لم يلتفت إليه ولم يعمل به فهذا لا يعذر بالجهل لأنه مفرط. نعم بارك الله في علمكم. السؤال الخامس عشر: هل تكفير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للطائفة الممتنعة من أداء شعيرة الزكاة حين فعل هذا من ارتد من العرب لأجل جحدهم للوجوب أم لأجل مجرد المنع وعدم الالتزام بالأداء؟ هذا فصل فيه أهل العلم، قالوا إن مانع الزكاة إن كان يجحد وجوبها فهذا كافر ويقاتل قتال ردة، وأما إن كان منعه لها من أجل البخل وهو يعتقد وجوبها فهذا يقاتل حتى يخضع لأداء الزكاة ولا يحكم بكفره، فيقاتل لامتناعه ومنعه الزكاة حتى تؤخذ منه. وأما ما نسب إلى الشيخ تقي الدين ابن تيمية من أنه كفرهم مطلقا فأنا لم أطلع على هذا الكلام. نعم طيب حفظكم الله. ما حكم تنحية الشريعة الإسلامية واستبدالها بقوانين وضعية كقانون الفرنسي والبريطاني وغيرها مع جعله قانونا نص فيه على ذلك؟ من نحى الشريعة الإسلامية نهائيا وأحل محلها القانون فهذا دليل على أنه يرى جواز هذا الشيء، لأنه ما نحاها وأحل محلها القانون
إلا لأنه يرى أنها أحسن من الشريعة، ولو كان يرى أن الشريعة أحسن منها لما أزاح الشريعة وحل محلها القانون، هذا كفر بالله عز وجل. نعم. بقي للسؤال أن يعلم أن قانونا ينص على أن قضايا النكاح والميراث للشريعة الإسلامية، هذا فقط يجعل هذا يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، يعني حكم الشريعة في بعض ويمنعها في بعض، والدين لا يتجزأ، تحكيم الشريعة لا يتجزأ، بل لا بد من تطبيق الشريعة تطبيقا كاملا، ولا يطبق بعضها ويترك بعضها. نعم. حفظكم الله. 17 من الأسئلة: ما حكم من يقول بأن من قال أن من ترك العمل الظاهر بالكلية أنه كافر، أن هذا القول قالت به فرقة من فرق المرجئة بما يسمى عند بعض أهل العلم بجنس العمل؟ لا، هذا كما سبق أن العمل من الإيمان، والعمل إيمان، فمن تركه يكون تاركا للإيمان، سواء ترك العمل كله نهائيا ولم يعمل شيئا أبدا، أو أنه ترك بعض العمل لأنه لا يراه من الإيمان ولا يراه داخلا في الإيمان، فهذا يدخل في المرجئة. نعم. السؤال 18: هل تكفير السلف رضوان الله عليهم للجهمية كفر أكبر مخرج من الملة، أم هو كفر دون كفر ويراد منه الزجر والتغليظ فقط؟ تكفير السلف للجهمية تكفير بالكفر الأكبر، لأنهم جحدوا كلام الله عز وجل، قالوا كلام الله مخلوق، وجحدوا أسماء الله وصفاته، فهم معطلة وهم مكذبون لما في القرآن وما في السنة من إثبات أسماء الله وصفاته، وأيضا يعتقدون بالحلول وأن الله حال في كل مكان، تعالى الله عما يقولون، فمقالاتهم تقتضي الكفر الأكبر، فتكفير السلف لهم هو من التكفير بالكفر الأكبر. نعم. إلا من كان جاهلا مقلدا، من كان جاهلا مقلدا اتبعهم وهو يظن أنهم على حق ولم يعرف مذهبهم ولم يعرف حقيقة قولهم، فهذا قد يعذر بالجهل. نعم. السؤال 19 حفظكم الله: هل إطلاقات السلف في تكفير أعيان الجهمية كتكفير الشافعي لحفظ الفرد حين قال بخلق القرآن فقال له الشافعي كفرك بالله العظيم، كما نقل ذلك اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وكتكفير الجهمية الجهم بن صفوان وبشر المريسي والنظام وأبو الهذيل العلاف، كما ذكر ذلك ابن بطة في الإبانة الصغرى، يراد به أعيان هؤلاء أم تكفير ألفاظهم لأعيانهم؟ من نطق بالكفر أو فعل الكفر فإنه يكفر بعينه، من فعل الكفر أو نطق به وهو ليس ممن يعذر بالجهل فإنه يكفر بعينه ويحكم عليه بالكفر. نعم. 20 من الأسئلة: ترد بعض المصطلحات في كتب أهل السنة مثل الالتزام، الإقناع، كفر الإعراض، فما معنى هذه المصطلحات؟ الكفر أنواع، منه كفر الإعراض، ومنه كفر التكذيب، ومنه كفر الجحود، كل هذه أنواع من الكفر، فالكفر ليس نوعا واحدا وإنما هو أنواع، وأيضا الكفر ينقسم إلى كفر أكبر يخرج من الملة، وكفر أصغر لا يخرج من الملة، فلا بد من دراسة هذه الأمور ومعرفتها بالتفصيل، والكفر ليس على حد سواء، يختلف كما سبق. نعم. 21: ما معنى قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الناقض الثالث من نواقض الإسلام: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو مثلهم؟ إيه نعم، وكذلك لأنه رضي بما هم عليه ووافقهم على ما هم عليه، فمن لم يكفرهم أو رضي بما هم عليه أو دافع دونهم فإنه يكون كافرا مثلهم، لأنه رضي بالكفر وأقره ولم ينكره. نعم. 22: ما حكم من يقول إن الشخص إذا لم يكفر النصارى لعدم بلوغه آية سورة المائدة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فإنه لا يكفر حتى يعلم الآية؟ ليس تكفير اليهود والنصارى قاصرا على
سورة المائدة، بل تكفيرهم في القرآن كثير في القرآن، وأيضا كفرهم ظاهر من أقوالهم وأفعالهم وما في كتبهم التي يتدارسون، مثل قولهم المسيح ابن الله، أو قولهم إن الله ثالث ثلاثة، أو قولهم إن الله هو المسيح ابن مريم، أو قال اليهود إن عزيرا ابن الله، أو إن أو أن الله فقير ونحن أغنياء، أو يد الله مغلولة، أو غير ذلك مما هو موجود في كتبهم التي بأيديهم. وكفرهم ظاهر في غير سورة المائدة. نعم. السؤال الثالث والعشرون: ما الدليل على مشروعية شروط شهادة أن لا إله إلا الله من العلم والانقياد والصدق والإخلاص والقبول والمحبة واليقين؟ وما حكم من يقول تكفي شهادة أن لا إله إلا الله بمجرد قولها دون هذه الشروط؟ أثابكم الله. هذا إما أنه مضلل ويريد التضليل الناس، وإما أنه جاهل يقول ما لا يعلم. فلا إله إلا الله ليست مجرد لفظ، بل لا بد لها من معنى ومقتضى، ليست مجرد لفظ يقال باللسان. الدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، إلا بحق لا إله إلا الله. فلم يكتفي بمجرد قولهم لا إله إلا الله إذا لم يلتزموا بحقها، وهو العمل بمقتضاها ومعرفة معناها. فليست لا إله إلا الله مجرد لفظ يقال باللسان. ومنها تؤخذ هذه الشروط العشرة التي ذكرها أهل العلم. نعم. الرابع والعشرون حفظكم الله من الأسئلة: نرجو تفسير قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، تفسيرا مفصلا مع بيان حكم الإكراه في هذه الآية. هذه الآية تدل على أن من نطق بكلمة الكفر مكرها عليها وهو غير معتقد لها، وإنما قالها ليتخلص بها من الإكراه، إنه معذور، كما في قصة عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه لما أجبره المشركون على أن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآذوه وأبوا أن يطلقوه حتى يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فتكلم بلسانه بما يطلبون منه، وجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف تجد قلبك؟ قال: أجد في قلبي الإيمان بالله ورسوله. قال: فأنزل الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فإذا قال الإنسان كلمة الكفر مكرها عليها يريد التخلص من الإكراه فقط ولم يوافقهم بقلبه، فإن هذه رخصة رخص الله فيها للمكره، وهذه خاصة بالمكره دون غيره. وكذلك في قوله: إلا أن تتقوا منهم تقاتل، أي من الكفار، فإذا وهذا في الإكراه، في حالة الإكراه. وأما في غير الإكراه فلا يجوز موافقتهم ولا إعطاؤهم ما يطلبون من كلام الكفر أو من فعل الكفر. نعم. الخامس والعشرون حفظكم الله: ما حكم موالاة الكفار والمشركين؟ ومتى تكون هذه الموالاة كفرا أكبر مخرجا من الملة؟ ومتى تكون ذنبا وكبيرة من كبائر الذنوب؟ بارك الله فيكم. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قول سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فيجب معاداة الكفار وبغضهم وعدم مناصرتهم على المسلمين وقطع الصلة معهم من ناحية المودة والمحبة وتبرير ما هم عليه من الكفر
كل هذا يجب على المسلم أن يقاطعهم فيه وأن يبتعد عنهم ولا يحبهم ولا يناصرهم على المسلمين ولا يدافع عنهم ولا يصحح مذهبهم، بل يصرح بكفرهم وينادي بكفرهم وضلالهم ويحذر منهم. نعم. السادس والعشرون: ما هي نصيحتكم لطلبة العلم لمن أراد ضبط مسائل التوحيد والشرك ومسائل الإيمان والكفر؟ فما هي الكتب التي تكلمت عن هذه المسائل وفصلتها؟ جزاكم الله خيرا وحفظكم الله. هذا أشرنا إليه في مطلع الأجوبة، في أن المعتمد في هذا كتب السلف الصالح، فعليه أن يراجع كتب سلف هذه الأمة من الأئمة الأربعة وقبلهم الصحابة والتابعون وأتباعهم والقرون المفضلة، وهذا موجود في كتبهم ولله الحمد، في كتب الإيمان وكتب العقيدة وكتب التوحيد المتداولة المعروفة عن الأئمة الكبار رحمهم الله، مثل كتب شيخ الإسلام بن تيمية وكتب الإمام ابن القيم وكتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وكتب السلف الصالح، مثل كتاب الشريعة للآجري، كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، السنة للخلال، السنة كلها موجودة ومطبوعة، ومثل كتاب العقيدة الطحاوية وشرحها للعز بن أبي العز، والرسالة مقدمة ابن أبي زيد القيرواني للرسالة المعروفة، كل هذه من كتب أهل السنة ومن العقائد الصحيحة الموروثة عن السلف الصالح، فيراجعها المسلم. ولكن كما ذكرنا لا يكفي الاقتصار على الكتب ومطالعة الكتب وأخذ العلم عنها بدون معلم وبدون مدرس، بل لا بد من اللقاء مع العلماء، ولا بد من الجلوس في حلقات التدريس، إما في الفصول الدراسية وإما في حلق العلم في المساجد ومجالس العلم، فلا بد من تلقي العلم عن أهله سواء في العقيدة أو في غير العقيدة، ولكن في العقيدة الحاجة أشد إلى هذا، لأنها هي الأساس، ولأن الغلط فيها والخطأ فيها ليس كالخطأ والغلط في غيرها. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. في الختام لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر إلى الله سبحانه وتعالى، ثم لشيخنا الفاضل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله وبارك في علمه وجعل ما قاله نفعا للإسلام والمسلمين، وصلى الله على نبينا محمد.